الخير الذي فهمته وحفظته وعرفته بلغ الآخرين، زوجك، أهلك، جارك، قريبك، من يتيسر لك أن تخبره، حتى تكون بإذن الله سبحانه وتعالى هاديا مهديا. السلام عليكم. وعليكم السلام. يمكن سؤال للشيخ؟ تفضل. أقول زكاة الفطر بأنها تكون طهرة للصائم، هل تجوز على الأطفال الصغار؟ نعم الشيخ. نعم. زكاة الفطر هل تخرج للأطفال الصغار؟ يقول كيف تخرج للأطفال أو عن الأطفال؟ أو عن الأطفال الصغار؟ عن الأطفال الصغار، نعم، لأن الشيخ يقول طهرة للصائم. طيب. أي نعم، تعم حتى الأطفال الصغار، وحتى الحمل في البطن يستحب أن تخرج عنه. طيب. لأنها زكاة للبدن. نعم.